السلام عليكم. احنا اليوم تاريخ 16/10/2021، موافق يوم السبت. هذه الحالة الثانية، الحمد لله رب العالمين. هذا الشاب الجميل العظيم اجى لاهله عن طريق الولادة كمان الطبيعية، لكن هذا بعد 3 بنات في برنامج الحقن الصناعي تم اختيار سلامة الحمام المنوي، تم تلقيح والحمد لله توفقنا فيها، واجى هذا الشاب بعد 3 بنات لأهله بعد انتظار طويل. سعيدين جدا هاي العائلة، خواته سعدان جدا، شفناهم من فرحتهم كل العائلة كل الأهل. احنا اليوم بتاريخ 16/10 في وحدة الإخصاب في مستشفى شميساني، بنقول لهاي العائلة ألف ألف مبروك. هذا الشاب الجميل اللي يحفظ لأهله ويعيش سعيد بين خواته وأمه وأبوه، بنقول لكل الناس لا تقنطوا من رحمة الله، الرزقة بتيجي. احنا نجتهد نسعى وإن شاء الله يا رب الله يرزق الجميع. شكرا لكم. بعد 3 بنات اجى هذا الطفل الجميل الشاب لاهله بمساعدتنا، وباذن الله سبحانه وتعالى بفضل الله فقط سبحانه وتعالى. نشكركم جدا، نشكر الجميع لتعاونهم، نشكر وحده الاخصاب كل العاملين فيها. شكرا لكم، مع السلامه. 16/10/2021 يوم السبت.